السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لذلك سؤال يا شيخ، ما حكم ان انا هدي الواحد مبلغ المال مقابل الحصول على وظيفه، مع العلم ان هو مش هيترتب عليه ضرر للاخرين او ان حد هيتشيل من مكانه؟ قطاع عام ولا قطاع خاص؟ قطاع عام يا فندم. لا يجوز، لان افترض ان هذه الوظيفة يجرى لها اختبار ويؤخذ الأكفأ، فأنت تكسر هذا وتأخذ حق الناس. حق الناس، من حق الناس أن يدخلوا كمتسابقين والشركة تختار الأكفأ. السلام عليكم.